في بلدة حوارة وعزلها وحصارها لمدة 3 أيام، وبالأمس أيضا حرائق وتخريب ممتلكات وشهيد ارتقى جراء كل هذه العربدة الاستيطانية. هذه الأحداث التي جرت أثناء تواجد الوفد الفلسطيني مع وفد أردني ومصري وأمريكي وإسرائيلي في العقبة تحت ما سمي بقمة العقبة، التي لا نعلم حتى هذه اللحظة لا نعلم هدف هذه القمة أو ما هي المخرجات لهذه القمة، طالما أن الحكومة الإسرائيلية بكل مسؤوليها أعلنت أنها مستمرة وماضية في الاستيطان ولن تتوقف ولن تجمد الاستيطان. بمزيد من التحليل أكثر أرحب بضيفي بالاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ هاني المصري. صباح الخير أستاذ هاني. صباح النور، أهلا وسهلا. لأول مرة بقول لك من عقدين تقريبا تحدث هذه العربدة والتخريب لممتلكات المواطنين والحرق للمنازل والمركبات، يعني استفراد كامل بالأمس بحوارة وأهلها من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال. إلى أي حد وصلنا لنصل إلى هذه المرحلة؟ ما جرى بالأمس خاصة في حوارة يدل على أن هذه الحكومة حكومة متطرفين فاشيين مجرمين، لأن ما قام به المستوطنون قام بحماية ورعاية جيش الاحتلال، ولولا جيش الاحتلال لكان شعبنا يتكفل بهم، ومع ذلك كان هناك مقاومة شرسة لهذه الاعتداءات التي كانت بمثابة عقوبات جماعية، حرق عشرات السيارات، حرق عشرات المنازل، الاعتداء على الممتلكات، الاعتداء على المواطنين بصورة جماعية وسط دعوات بالموت للعرب ووسط دعوات بقتلهم، وبتصريح من وزير المالية بأن على إسرائيل أن تستخدم الطائرات والدبابات لردع الفلسطينيين. وفي نفس الوقت أكد يعني بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن كفير وتساحي غنهيجبي اللي هو رئيس الوفد الإسرائيلي في لقاء العقبة بأن ما جرى لا يعني تجميد للاستيطان، لا ما جرى لا يعني تقليص لتدخلات واقتحامات لجيش الاحتلال ولا للاغتيالات ولا لكل ما تقوم به إسرائيل ولا لعربة المستوطنين واعتداءاتهم ولا أي شيء. ما جرى هو بصراحة هو محاولة تأهيل السلطة للقيام بدورها في مواجهة المقاومة، لأن إسرائيل تقول للسلطة الفلسطينية ما يلي: إذا أردت أن لا نقتحم المدن وألا أن نغتال عليكم أن تقوموا بهذه المهمة باختصار شديد، وإلى أن تتأهلوا للقيام بهذه المهمة سنواصل القيام بها، وإذا يعني تأهلت السلطة للقيام بالمهمة فتصبح الطامة الكبرى، يعني السلطة تقوم بدور أيوة إسرائيل والاحتلال بشكل كامل، وبالتالي تتحول إلى وكيل أمني بدون أي مقابل، بدون أي أفق سياسي، بدون أي عملية سياسية، لأن البيان الصادر بالأمس يفضح نفسه بنفسه يعني، وبالتالي يجب خلينا نحكي عن هذا البيان. البيان يا جماعة هاني، لأنه في خلينا نحكي بديش في يعني جدل وفي عدم وضوح خليني أسميها لبعض البنود. الآن الطرف الفلسطيني يعني وكأنه ذهب يعني إلى العقبة وجاء بالكثير يعني من الأمور، عند عندما يتحدث عن تجميد للاستيطان، عندما يتحدث عن وقف الإجراءات أحادية الجانب، وقف اعتداءات المستوطنين، حتى أنه في بند أنا وأنا بقرأه يعني قلت معقول العودة إلى حدود 2000 سنة 2000 وما كانت عليه الأوضاع في هذا. طيب إحنا في عدم وضوح وعدم فهم، ليش راح وفدنا هناك؟ شو اللي جابه؟ شو اللي عمله؟ وشو اللي راح يصير؟ يعني شو البنود اللي أولا بالنسبة للبيان لا يوجد فيه أي تجميد للاستيطان ولا لا يوجد إطلاقا، وأقرأ لك النص بالضبط. ويشمل ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر. لماذا هذا النص؟ لأن إسرائيل قامت في 12 من شهر شباط الجاري بإقرار 10,000 وحدة استيطانية، أي ضعف الوحدات التي أقرت طوال العام الماضي بأكمله. هدول رح يتراجعوا عنهم لا يعني ولا خلص؟ لا، النص لا يقول ذلك، يقول عدم إقرار وحدات
وحدات جديدة. لو قال وقف العمل بالوحدات الاستطلاق وأنا أقول لك إنه هذا إنجاز فلسطيني مهم، لا يوجد هذا الشيء، ليس فقط بما صرح به نتنياهو وبن كفير وهنيكبي، بنص البيان لا يوجد تجميد للاستيطان، وبالتالي من التضليل أن نقول للعالم أن هناك تجميد مؤقت للاستيطان، لأن اللجنة التي تقر الاستيطان تجتمع كل 3 أشهر، اجتمعت وأقرت، ستجتمع مرة أخرى بعد 3 أشهر لتقر يعني بناء وحدات استيطانية جديدة. وبالتالي هناك أيضا أقرت 9 بؤر استيطانية شرعنتها، وهذا سيستمر، أيضا 4 بؤر استيطانية اللي هي كانت جزء من عندما تم إعادة الانتشار في قطاع غزة في 4 مستوطنات تم يعني تجميدها في منطقة جنين، أيضا تم إقرار يعني ذلك. إذن في هناك 13 مستوطنة جديدة و10,000 وحدة استيطانية جديدة، أصلا مش هتكفي السنة كلها لإقامة هذه الوحدات. لا. وبالتالي في عملية تضليل كاملة. شو اللي إحنا جنيناه من هذا الاجتماع بحسب وجهة نظر الوفد الفلسطيني اللي طلع على هذا الاجتماع؟ شو على شو حصل؟ حسب ما يقوله المسؤولين الفلسطينيين والدعاء الذين ينتشرون في الفضائيات بأننا لا نستطيع أن نغيب عن أي محفل دولي يبحث بالقضية الفلسطينية، وينسون أن هذا ليس محفلا، هذا لقاء مع حكومة متطرفة وعنصرية مفترض أن طالب بمعاقبتها ومقاطعتها، وبالتالي طالبوا بعزلها، وبالتالي اللقاء معها يفتح الطريق للعلاقات معها، وهذا لقاء على هذا المستوى منذ عدة سنوات، وبالتالي هو خطير بحد ذاته. حتى لو أدى إلى الفشل، مجرد عقده يعني أنك تستطيع أن تتعامل مع حكومة برنامجها برنامج ضم وتهجير وتهويد، ما تقوم به على الأرض عدوان وقتل. لاحظي فيش أي إشارة لوقف مثلا الاغتيالات في الفيلم، فيش أي إشارة لوقف هدم المنازل، فيش أي إشارة للأسرى اللي قاعد بتم يعني محاولة محاصرتهم. صحيح. وتجديد العقوبات عليهم لدرجة الاستحمام والخروج في فترة الفورة، ولا حدا جاب سيرتهم أصلا، لا يوجد أي شيء. ولكن المطلوب أن السلطة تأهل نفسها، تأهل نفسها، وهذا حتى بتصريحات المسؤولين الفلسطينيين بقول لك شو الغلط أن السلطة تنتشر في المدن التي تسيطر عليها، وشو الغلط بأنه يكون في سلاح شرعي واحد. شرعي واحد يعني سلاح المقاومة مش لازم يكون. طب المقاومة هي اللي قاعدة بتدافع عن الشعب الفلسطيني، وسلاح السلطة بتضبضب لما تدخل قوات الاحتلال حسب الاتفاقات. يعني اللي هو مفترض يدافع عن شعبه، ما نقول يهاجم، بس لما تعتدي قوات الاحتلال وقطاع المستوطنين على المواطنين، واجبنا جميعا ندافع عن أنفسنا وبما فيها السلطة التي يجب أن تدافع عن شعبها. وبالتالي ما يجري هو أولا تأهيل السلطة، محاولة تأهيل السلطة، والأخطر التمهيد للمرحلة القادمة. لأنه مرحلة مش بس موضوع رمضان، لأنه بتيجي إحنا بنغرق بالعناوين اللي بضعوا لنا إياها عشان منع التصعيد في رمضان. لا، الموضوع أكبر، بدليل إنهم قالوا إنه هاي البداية. ناطق المستشار الأمني القومي قال هاي البداية، بلينكن قال هاي البداية، وفي بالشهر القادم قمة أو لقاء، لأن هي مش قمة كمان. نعم. بقولوا قمة مش قمة، ما هي لقاء. لم يحضر على مستوى الرؤساء يعني وحتى على مستوى الوزراء، في مش كل الوفود على مستوى يعني عالي، يعني بالتالي هو لقاء أمني بالدرجة الأساسية، بكرس أنه كأنه المشكلة هي تصعيد الفلسطينيين وليس الاحتلال وما يقوم به الاحتلال من جرائم، وهي نقطة في منتهى أهمية. لأنه لو كان الموضوع على كما يجب كان نبحث الاحتلال والاستيطان والتصعيد والاعتداءات على الأقصى، حتى ما جاء في البيان عن موضوع المكان التاريخية للمقدسات ما قلناش أي مكانة تاريخية، لأن المكانة التاريخية اللي كانت ب67 وحتى سنوات قليلة غير المكانة التاريخية اللي بدأت من عام 2014 وطالع. من بعد 2014 صاروا ما سمحوا بالزيارة للمستوطنين بأعداد كبيرة، ويمارسوا شعائرهم الدينية وطقوسهم الدينية وأغانيهم ورقصهم وبالآلاف. يعني العام الماضي دخل 50,000 مستوطن على الأقصى،
50,000 والعام هذا سيكون أكثر. الشهر الماضي أكثر من أي شهر مماثل في كل الأعوام السابقة. بالتالي أي مكان سيتم الحفاظ عليها؟ يعني ما هو فهمونا المكان اللي شهدناها العام الماضي ولا المكان قبل 30 سنة؟ فبالتالي إذا ما يجري هو زر الرماد في العيون للتغطية على الحقيقة، عمل ترتيبات أمنية حتى إذا بتذكر زي مايكل فينزل بشو بذكرك بدايتون الفلسطيني الجديد، حاولوا يعملوا فلسطيني جديد وبعدين ارتد عليهم الأمر بموجات من المقاومة، والفلسطيني الجديد اللي بده يعمله فينزل سيرتد عليه حتى بدأ الارتداد، المقاومة أصلا شغالة يعني وبشكل فردي وبشكل جماعي وبكل الأشكال يعني، لأنه هذا شعب لا يمكن أن يرضخ لأعدائه. اجتماع إملاءات، وضع إملاءات وإعادة ترتيبات للسلطة، ونحن على صعيد آخر لن نجني أي شيء في هذا، وخير دليل ما حدث في حوارة. ما الموقف الذي وضعت نفسها في السلطة بإرسال هذا الوفد رغم كل الإجماع الفصائلي والحزبي والشعبي الذي طالبهم بالتراجع وعدم الذهاب إلى أعتقد الآن أن ما الموقف الذي وضعت نفسها؟ ذهبت لكي تقوي نفسها فخرجت من اللقاء أضعف بكثير، والهو بينها وبين شعبها أكبر بكثير زادت. وبين القوى السياسية، لاحظ معظم القوى حتى التي تشارك باللجنة التنفيذية، عقد 3 قوى يعني مؤتمر صحفي وانتقدوا اللقاء وقالوا أنهم طالبوا بعقد لقاء اللجنة التنفيذية للبحث فيه ورفض طلبهم، وبالتالي أنه في استفراد بالقرار الفلسطيني بشكل كامل خارج عن المؤسسة الفلسطينية وخارج عن الإجماع الوطني الفلسطيني، والنتيجة هي أننا نفتح يعني صفحة لحكومة متطرفة وفاشية تعلن جهارا ونهارا وليس فقط تعمل، يعني حتى بيحفظوش ماء الوجه. يعني في عادة بعض الحكومات الإسرائيلية كانت تمارس كل هذه الجرائم لكن تحاول تحكي كلام يعني عسل تغطي فيه السم، هذه الحكومة ما تصرح به يغطي ما تقوم به على الأرض بدون يعني ورقة توت زي ما بيقولوا، عورتها واضحة جدا وحشيتها واضحة جدا، وبالتالي علينا أن نكون في مستوى هذا الخطر وأن تعود السلطة إلى شعبها لأنها اختارت الوقوف مع الاحتلال في وقت الاحتلال يعني لا يقدم لها العودة. أي شيء سوى بقاء السلطة، هذا هو كل ما هو مطروح، بقاء السلطة لكي تكون جزء من منظومة الأمن الإسرائيلية وليس سلطة تمثل الشعب الفلسطيني، وهذا أمر يعني يجب أن يتوقف. عملية حوارة بالأمس وما تبعه من ما حدث حتى فجر اليوم في حوارة نسف كل هذا الاجتماع، يعني سواء العملية التي حدثت أسفرت عن مقتل مستوطنين أو سواء عن الاعتداءات التي قام بها المستوطنون في بلدة حوارة وهو مكان صلب النقاش في العقبة على أساس تهدئة هذه الأوضاع. أتوقع أنه اليوم الرسالة وصلت، هل نستطيع القول أن هذا الاجتماع فشل ورغم أنه سيبنى عليه بعد شهر يعني في شرم الشيخ، ولكن هل نستطيع أن هذا الاجتماع فشل وكيف ستشارك السلطة في اجتماعها القادم في ما هو عندما تشارك السلطة وهي لا تمثل شعبها ولا تمثل القوى، وبالتالي هي ليست ذات صلة، يعني ليست هي التي تقوم أصلا بالمقاومة يعني حتى تغير تسيطر عليها، وحتى الذي يقوم بالمقاومة في المعظم مقاومة فردية، للأسف وصلت حالتنا إلى درجة أن المقاومة الفردية صارت هي العنوان لأن القيادة لا تريد مقاومة والبقية القوى عاجزة، وبالتالي هذا ترك المجال مفتوح للأفراد لكي يدافعوا عن شعبهم وعن قضيتهم ويقوموا بأعمال مقاومة بكل ما يستطيع من وسائل، مرة بالسكينة مرة بالسيارة مرة بالبندقية مرة بالمسدس مرة بالمعبوة، هذا يعني هو الذي بيدهم. عندما يقول حسين الشيخ كل الخيارات أمامنا متاحة لمواجهة هذه الفاشية الجديدة، يعني أي خيارات يقصد؟ لا أعرف يعني هذا كلام، يعني الخيارات معروف شيء، في الوحدة الوطنية، في الصمود، في المقاومة، في التخاذل والاستسلام ووكلاء للاحتلال، أي خيارات اختارت السلطة من هذه الخيارات؟ هل طبقوا دعوة الرئيس للحوار الوطني؟ هل ترتبوا البيت الفتحاوي والبيت الفلسطيني؟ هل بيقوموا عمليا بمقاومة حقيقية للاحتلال؟ هل بيوفروا عوامل الصمود للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لكل أنواع الاعتداءات؟ الخيارات موجودة، بس هل في إرادة لاختيار الخيارات؟ يعني محاولة امتصاص الغضب الشعبي بالحديث عن الخيارات، نحن نريد خيارات
ولا لا نريد أن يحدث فتنة فلسطينية، ولكن هذا شرط أن يتم تبني خيارات الوطنية، الخيارات الوحدوية. هذا هو الطريق. أستاذ، هذه أي خيارات وحدوية؟ إذا بالأمس أعضاء لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير قالوا بأنهم، البعض قال لا يدري عن هذا الاجتماع هو خارج البلد، البعض الآخر قال طالبنا بعقد اجتماع كمنظمة قبل الذهاب لم يلبى طلبنا بعقد اجتماع، مناقشة وين رايحين يعني على الأقل، وخرجوا بمؤتمر صحفي وقالوا بأنه نتائج القمة يوم أسود وخديعة ونحن نرفضها وما إلى ذلك. إذا أعضاء في اللجنة التنفيذية منظمة التحرير يقولون هذا الكلام، يعني وهو المفروض يعني أي اجتماع من هذا النوع أو أي قرار يأخذ إجماع المنظمة على الأقل، فإذا هذا وضع منظمة التحرير فكيف أيضا سنتحدث عن حوارات وطنية وعن وحدة وطنية؟ أنا أقول أكثر من ذلك، حتى داخل فتح لا يوجد إجماع حول هذه اللقاءات وهذه السياسات. هناك انتقادات لهذه السياسات ولأنها خطيرة وتدفع بالأمور نحو المزيد من التدهور الداخلي وعلى صعيد العلاقة مع الاحتلال، في حين نحن بحاجة إلى تمتين الوضع الداخلي لكي نستطيع أن نواجه الاحتلال والتحديات الخارجية التي أصبحت تحديات وجودية. يعني الموضوع الآن لما يحكوا عن استمرار الالتزام بالاتفاقيات بالنص، أي اتفاقيات؟ ما إسرائيل دفنت يعني هذه الاتفاقيات منذ فترة طويلة. كمان المجلس المركزي والمجلس الوطني قرر التخلي عن هذه الاتفاقيات، مش متذكرة؟ يعني بالتالي على مين بيضحكوا؟ على مين بيخدعوا مين؟ يعني اتفاقيات إسرائيل قتلتها منذ زمن بعيد، وردا على ذلك القيادة الفلسطينية قررت التخلي عن هذه الاتفاقيات. فأنت لما تحكي إذا هذا مجرد كلام، وقفنا التنسيق الأمني وفي هلا لجنة لإعادة التنسيق الأمني، أحد المقررات للقاء العقبة التي لم يعلن يعني عنها بشكل رسمي هو تشكيل لجنة للبحث في إعادة التنسيق الأمني وتشكيل لجنة. هاي ما ركزوش عليها كثير. يعني طبعا لأنه هاي خطيرة. وكمان زي ما بتعرفي ما هو تكشف أنه في انفتح قناة بين السلطة على أعلى مستوى وبين إسرائيل على مستوى الساحة هنقبي منذ شهرين، يعني قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وهاي أخطر من التنسيق الأمني. إحنا بنحكي بالإعلام حكومة متطرفة ويجب عزلها، وإحنا فاتحين قناة على أعلى مستوى معها للبحث في قضايا وترتيبات أمنية. نعم، طيب يعني بالنهاية هذا الأمر الذي حدث والاجتماع نستطيع أن نقول من خلال كل ما ذكرت أنه 2-3 بأخذوا القرار في فلسطين فقط، وبعيدا عن أي شيء، بعيدا عن المنظمة، عن الفصائل، عن الأحزاب، عن إرادة الشعب أيضا. أنا يعني رأيي اللي بأخذ القرار هو واحد ولكن له مساعدين، ولكن هو واحد، يعني كل السلطات بيده، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو رئيس المنظمة وهو رئيس السلطة وهو رئيس الدولة وهو رئيس فتح، وبالتالي هم مجرد مساعدين، يعني يقومون بتلبية ما يريده الرئيس. وهذا الواقع يعني حتى لو كان يعني سوبرمان لا يمكن وضع مصير شعب في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في يد شخص واحد. حتى لو كان نبي لا يمكن وضع كل هذه المسؤوليات بيد يعني نبي بدون شعبه، بدون القوى، بدون المؤسسات. وبالتالي علشان هيك وضعنا يتدهور باستمرار نحو مزيد من التدهور، وبنسمع انتصارات بتحدثوا عنها مع أنه الواقع يقول أنه في 1,000,000 مستوطن صار، وفي تهويد للقدس، وفي تمهيد لضم لمناطق جيم، وفي تمهيد للتهجير. للتهجير، أنا بقول ما جرى في حوارة هو بروفا لما يمكن أن يحدث عندما يتم الاعتداء على هاي. مش مجرد ردة فعل، لأنه بيقدر الجيش الاحتلال يمنعهم، يعني هاي عشان يروعوا الفلسطينيين، وأنه في مرة قادمة ممكن مش بس تسكير حوارة 3 أيام وطرد يعني أهل حوارة وطرد أي منطقة يمارس فيها عملية مقاومة مسلحة ضد الاحتلال وضد المستوطنين. ولكن هذا لم ينفع بالماضي، وأعتقد أنه لن ينفع الآن ولا في المستقبل. الشعب الفلسطيني مصمم على الصمود، مصمم على المقاومة، حتى لو كانت قيادته ليست معنية بهذا الأمر، حتى لو كانت القوة عاجزة، فهو يبحث عن طريق، يبحث عن مخرج من خلال استمرار تمسكه بقضيته واستمرار صموده
مقاومته. الآن إلى أين ستؤول الأمور؟ يعني اليوم إحنا بنحكي عن تهديدات ليس فقط تصريحات، يعني بالعكس بعد قمة العقبة هناك تهديدات باشتعال المنطقة أكثر من قبل بن غفير ومن قبل سموتريتش ومن قبل هذه السياسة الإسرائيلية. قد تؤول الأمور مع اقتراب شهر رمضان إلى الانفجار. من وجهة نظرك أستاذ هاني، ما الذي سيحدث؟ الأمور تسير نحو التصعيد ونحو الانفجار، وأصلاً المقال الماضي اللي أنا كاتبه كان اسمه انفجار أم انتفاضة. طبعاً إحنا لازم نحضر الانتفاضة، وليس مجرد انفجار، ولكن الانتفاضة بحاجة إلى مقومات، بحاجة إلى رؤية، بحاجة إلى برنامج، بحاجة إلى قيادة، بحاجة إلى جبهة وطنية. ولكن للأسف الانقسام من جهة والتوهان من جهة أخرى لا يوفر المقومات المطلوبة، بالتالي سنشهد تصعيد وانفجارات إلى أن تتولد وتستكمل مقومات الانتفاضة. الانتفاضة اللي مهمتها إنهاء الاحتلال، مهمتها تحقيق الحقوق الفلسطينية، وليس مجرد يعني تحسين شروطنا تحت الاحتلال أو تحسين شروطنا تحت الحصار في قطاع غزة. إحنا نريد الحرية والاستقلال، نريد العودة، نريد المساواة لشعبنا في 48 على طريق الحل الديمقراطي الشامل لكل فلسطين. نعم، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، شكرا لحضورك اليوم السيد هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي، تحياتي لك.